اهلا بكم. بلا شك انه البنت ربما تستغرب من حواري، لكن انا بقول لكم شرب الشيشه هيعمل مشاكل. هنفهم بالتفصيل ازاي شرب الشيشه ممكن ياثر على انابيب فالوب. طبعا في ستات كتير وبنات دلوقتي تسالي سؤال عبقري جدا، تلاقي بنت لطيفه قاعده دلوقتي وانا بشرب الشيشه بانابيب فالوب، يعني ازاي انابيب فالوب هتتاثر؟ هنفهم الكلام. التي بي هذا المرض القديم الهستوريك اللي هو الدرن ازاي رجع مره اخرى. بس اسمحوا لي ان انا اعيد الترحيب بضيفي القدير استاذ دكتور سيد الاخرس. اهلا بيك يا استاذ. انا عايز اسال الحاجات اللي انا قلتها قبل هذا الفاصل. طبعا طبعا الاسباب الكتيره اللي ممكن تؤدي الى التهابات الانابيب اللي هو بالانجلش السلبنجايتس، اللي هو ممكن برضه يسموه البي اي دي في نفس بنفس القصه برضه، او انفلاماتوري ديزيز او التهاب الحوض. اسباب كتيره ممكن تؤدي الى التهابات الانابيب، يا اما دايما يقول لك يا اما اكيوت انفلاميشن او كرونيك انفلاميشن، التهاب حاد او التهاب حاد او التهاب مزمن. التهاب الحاد ياتي محد، يعني ايه؟ يعني حصل حاجة فورية نتيجتها يحصل التهاب للتجويف الداخلي للأنبوبة، كأن بقى يحصل فيه صديد جوه في الأنبوبة وفي السيليا وفي الأهداب اللي موجودة للبطانة الأنبوبة داخليا أو حتى خارجيا على الصوابع الخارجية. يأتي من إيه؟ أكتر حاجة على الإطلاق الأمراض الجنسية، أكتر حاجة على الإطلاق الأمراض الجنسية. عشان الناس ما تستسهلش، هنعمل امتى بمسؤولية الامراض الجنسية؟ نعملها عشان بص احنا بدانا اول بص الرقم حلقاتنا زمان طبعا كانت في الحلقات طبعا في الامراض الجنسية طبعا اتكلمنا عنها. عاوز اقول لك يا دكتور ايمن، تخيل ان يضاف سنويا في امريكا بلد التقدم المفروض، بلد حقوق الانسان والتمدن، 750 الف امرأة من التهاب الأنابيب بسبب العدوى الجنسية. رقم 3 أرباع مليون امرأة تضاف سنويا. تضاف سنويا يعني بمعنى داخلة خارجة من المرض وتضاف تاني بإحصائية. كأنهم طابور طويل بيضاف كل سنة في الطابور 750. بسبب أكتر حاجة على الإطلاق السيلان والكلاميديا. الجونوريا والكلاميديا. أكتر الكلاميديا أخطر. الاثنين موجودين، اثنين نوعين من البكتيريا اللي موجوده يجوا عن طريق الجنس. وده لا اكتر حاجه اللي ممكن تصاب الانابيب. الانابيب لما تصاب ممكن يا اما تصاب هنا بروكزمال الثلث الاول او في النص او في الاخر. يعني حاجه ممكن تعمل انسداد بقى في الانابيب، يا في الجزء الاولاني يا الجزء اللي في النص يا الجزء في الاخر. او ماي جاد. الجزء في الاولاني في الغالب التهابات. الجزء اللي في النص في الغالب ربط انابيب. الجزء في الاخر في الغالب بطانه رحم مهاجره او زايده دوديه التهبت او انفجرت او اي مرض من امراض الحوض او عمليات جراحيه قبل كده تمت في الحوض كاستئصال ورم ليفي او قيصريه قبل كده او ان ممكن تكون اتعملت عمليه في الوجه ريسكشن في المبيض او شيل كيس من على المبيض او شيل درمويد من على المبيض، وخصوصا بالعمليات الجراحيه. الدرمويد ده نوع من انواع الاكياس يا جماعه. اللي ممكن تكون كله خاص لما يكون عمليات جراحية مفتوحة. عشان كده دايما بنقول نتمنى ان الناس كل الاطباء يحظوا حظوا الجراحة المنظرية، جراحة المنظار، لان ده الجولدن اي او العين الذهبية للتشخيص وكمان لإجراء الجراحة باقل تكلفة مرضية على المريض نفسه، بأقل تكلفة حقيقية على المريض نفسه. تكلفة مرضية. مرضية. بمعنى إنه ما يحصلش مضاعفات. مضاعفات. وبيبقى الوان داي وممكن بعد ساعتين يروح المريض وممكن ياكل ويشرب غير ما يكون عملية مفتوحة. لو بصينا بعض الصور اللي تؤكد إيه اللي إحنا عاوزين نوصله للناس، إحنا اتفقنا إن يا إما الإنسداد البروكزمال خصوصا الالتهابات. وفي التهابات حتى لو كانت نادرة زي في حاجة اسمها شيجولويدز. يعني حاجه زي الشيجيلا كده. شيجيلا اشيجولويدز بقى حاجه شجلة. شبهها كده. كان المريضه 49 سنه. ده نوع من الميكروبات برضه عشان الناس تعرف اسمه. احنا هنا لما بنقول الانبوبه واحنا قسمناها الى هنا ثلاث اشكال، زي ما قلنا ادي الاسموس اللي خارج من الانبوبه من الرحم مباشره. الانبوله دي اوسع حته في الانبوبه، وبعدين الانفانديبلم اللي هي الجزء اللي بعد الافامبريا الاخر جزء
اللي موجود فيه. أيوة. مسميات حتى بس عشان ايه؟ لا بس الناس تحفظ يعني ايه امبوله، معناها على فكره الامبوله ده اسم في الطب يعني اشيء المتسع، المتسع او صحيح ده دهليز. ده هو بقى الاخر حاجه. نمشي لو صور تانية عشان نوري للناس التساقط هنا. ايه وظيفه الانبوبه؟ وظيفه الانبوبه انها بتاخد البويضه من المبيض وتمشي رحله البويضات في الانبوبه الى ان تصل الرحم لو كانت دي لسه بنت، لكن لو كان حصل جواز يعني يحصل جماع الحيوان المنوي يوصل يخش من الرحم، تجويف الرحم يوصل للانبوبه ويقابل البويضه عند الانبوله دي ويفضل يحصل الانقسام والاخصاب هنا وتتجه اثناء داخل الانبوبه الانقسامات تتم لغايه لما يصل الى مرحله البلاستوسيست وتتزرع بقى تخش في الرحم. ده كلام الفسيولوجي الطبيعي. ده الحاجات اللي بتحصل. طيب هنا دي الثلاث اماكن اللي شائعين جدا يحصل فيهم التصاقات اللي هم الدوائر دول. يا اما في علاقتها بالرحم مباشره، يا اما في الميدل واي في النص الانبوبه، يا اما في اخر حاجه علاقتها بالمبيض تحت في الانبوبه. اللي هي الحته الاخيره اللي قبل ما توصل للمبيض. طيب احنا هنا كده شكينا ان حصل انسداد في الانابيب نتيجه الالتهابات الموجوده. وهنا اتفقنا ان الاسمنت تبقى الحته ضيقه واول انبوبه انتفخت، شوف الانبوبه اليمين من الشمال انتفخت نتيجه الالتهابات المتكرره ونتيجه الانبوبه بقت اتقفلت من هنا والارتشاح اللي بيتم نتيجه الخلايا الالتهابيه اللي موجوده ويبدا يحصل اتساع. طبعا انا عايز انبه لحاجه، الشيشه ده لسه هنوصل لها. ده داخل الانبوبه زي الالتصاقات بتبقى داخل الانبوبه من جوه فتقفل الانبوبه. عشان كده لما بنعمل اشعه بالصبغه ولو وقفت الصبغه عند الالتصاق ده نقول الانبوبه مسدوده هنا. واحيانا واحنا بنعمل اشعه بالصبغه الالتصاق ده ممكن يبدا يتلاشى، يعني يقدر يتمزع، يعني يبدا الوي تاني يتفتح، فتلاقي المريضه بالرغم كانت انابيب مسدوده وقلنا لها مسدوده تحمل بعد كده، الا الانبوبه هنا التصقت عند علاقتها بالمبيض وبدات تنقفل الفمبري الاند من تحت فتبدا يحصل ارتشاح. بنوري الصور هنا ليه؟ لان بعد كده هنقدر نقول ايه هي دي حلها، ايه تتشال ولا تتسلك على راي ايه؟ يبقى ساعتها لما نخش بمنظار ونشوف هنقدر نسلك ولا لا. ايه ده؟ ده رحم اتشال بالمبيض. رحم اتشال ده بقى، ده حاجه حقيقيه بس جوه جار. طب رحم اتشال بالانبوبتين، عينه الانبوبتين يمين وشمال. لو انت تلاحظ الانبوبه اليمين مسوده والشمال كان فيها برضو ايه تليفات، الشمال دي كان فيها صديد وحصل فيبروزس والتصاقات فتشالت، والناحيه الثانيه ابتدى يحصل فيها جنجرين فتشال الرحم بالمبيضين على بعضه بالانبوبتين. ده بقى في علم ده كل ده مهم قوي. طبعا كل ده بتبقى المرضى بتشتكي من ايه؟ المريضه تشتكي بتاعت التصاق الانابيب او انسداد الانابيب او التهاب الانابيب. لو كان اكيوت، لو كان حاد، بتشتكي ان في الم شديد جدا في اسفل البطن، ممكن مصحوب بافرازات ريحتها كريهه وارتفاع في درجه الحراره، وممكن يجي يكون معاها الام في الجماع لما بيحصل جماع. ده البدايه اللي ممكن تقول ان في الم حاد. الالم المزمن ممكن يجي نتيجه ايه بقى؟ اتفقنا لو في عمليات جراحيه ونتيجه التهابات متكرره، او اما يحصل ممكن الجماع يجي يستوطن الميكروب في عنق الرحم ويقعد لمده طويله ويعمل شاور، يبدا يبعت اولاده بقى. يعني يتكاثر في جيش ويبعت فيبقى اصلا استوطن وعمل التهاب في عنق الرحم. وبعدين يطلع من عنق الرحم من هنا يبدا يخش من عنق الرحم على بطانه الرحم يعمل لها التهاب ويخش في الانابيب يعمل كمان التهابات في الانابيب. يبقى كمان ليه التهاب عنق الرحم ممكن ياثر بشكل او باخر على التهابات الانابيب. وصلنا الى ان احنا المريضه دي جت بألم حاد وعالجناها، واحيانا كثير جدا تتحاجز الى مستشفى. ايوه. وتاخد ادويه بشكل معين الدوكساسايكلينز اللي هو زي ده الاسم العلمي بتاعه، وممكن زي الدالاسين يعني، وناخد حاجات للحراره، وممكن مريضه تقعد مده طويله، يا اما تريزولف تتحل المشكله، يا اما تتحول الى بايو سالبنكس وتبقى في صديد في الانابيب. وفي الحالة زي كده هنضطر ان احنا نعمل كأنه خراج في الحوض، هنضطر ان احنا نفتح ونستأصل الأنبوبة برمتها. فقد ايه ان ممكن تأتي الشدائد من المزازر الشرري اللي هو العلاقة الجنسية، اللي ممكن حد يتباهى انه بيعمل علاقات جنسية كتير متكررة، او بنت تتباهى كده وهي مش عارفة تتباهى ايه ده. وطبعا يعني بينها وبين اقرانها نتفانى يعني في ناس للأسف فاهمة الحرية بطريقة غلط. طيب خلاص وصلت المشاكل اللي موجودة في الأنابيب. طيب
الشيشة ما بدأت بعد كده يحصل ارتجاع للتي بي او السل او الدرن الرئوي. كان التي بي كان الدرن ده اختفى من العالم، كان اختفى وكان مكان قليل، دلوقتي رجع تاني هو والزهري، رجعوا تاني وبيرجعوا كمان. دايما البكتيريا يقولك لما بترجع بجنريشن بيطلع بالجنريشن حصل فيه تحورات، يعني كمان بقى يقاوم العلاج اللي كان سنوات العمر هو متاخد، يعني بيتعالج. كان الاول سو سنسيتيف، حساس قوي للمضاد ده فكان يقتله بسرعه. دلوقتي بيجيلك وهو تحور ضد المرض ده، بقى خبيث جدا ويتغلف ويقدر يتديله العلاج كانه كمان ايه بيتغذى على العلاج ده بالظبط كده. فقد ايه ان التي بي والشيشه المتكرره وممكن اللي تتنقل تبقى في الدرن في الرئه وبعد كده تبدا توصل سكندري عن طريق الدم وتوصل تتحوصل في الانابيب وتعمل المشكله. بالذات حساسه قوي تجاه الدرن، طبعا حساسه جدا. من ضمن الحاجات برضو اللي تاثر على الانابيب وانسدادها والالام اللي موجوده فيها بطنط الرحم المهاجره، الاندومتريوزيس اللي ممكن يجي يترسب على الانابيب خارجيا ويعمل الم شديد جدا، وممكن تتشخص المريضه على انها ممكن زايده وممكن تعمل عمليه على اساس انها زايده. شد انتباهي كانت مره حاله جت اشتكت مره انها كانت متجوزه ومخلفه وطلقت وبعد كده اتجوزت حد تاني وبعدين ما بتحملش. وكان في الفتره الاخيره بدأت تاخد منشطات كتيرة جدا وبطر ما بيحصلش حمل. عملنا أشعة بالصبغة. لقيت الصبغة مسدودة في الأنابيب. أنابيب مسدودة. ما عملتش عملات جراحية قبل كده ولا كان لها التهابات ولا جالها حرارة قبل كده والأمور ماشية كويسة. طبعا يعمل منظار. بعمل منظار لقيت الأنابيب أصلا مربوطة. يعني عن عمد. يعني في الولادة الأولانية حصل ربط الأنابيب. وبكونسنت والزوج كان ماضي على كده بس لم يعلم الزوجه انها ما كانش عايزه تخلف تاني. وده كمان عشان كده بنقول ايه، اي مريضه داخله اوضه عمليات عاوزه تعمل ربط انابيب لابد من موافقتها شخصيا قبل موافقه الزوج. يعني مش موافقه الزوج كفيله جدا ان انا مراتي مش عايزه تحمل. مش لازم يوافقوا الاثنين؟ لازم الاثنين يوافقوا على كل اي عمليه جراحيه هتتم ليها للزوجه. لما تتم ليه هو موافقته لوحده، لكن لما تتم للزوجه يبقى موافقتها وموافقته. يعني حته تتم ليه هو اللي هو فكره ربط لو هو يربط الابيدادمس هيعمل اي عمليه النقل او حتى اي عمليه حتى عاديه. هو في مصر بتعمل ربط النقل؟ ما بتتعملش هنا في مصر. لكن انا بتكلم لو هيعمل اي عمليه ما، حتى لو هيعمل زي ده هو بيمضي كونسنت لنفسه. طالما هو كامل الاهليه بيمضي كونسنت لنفسه. لكن لما الزوجه لازم تبقى موافقتها وموافقه الزوج. ادي حاجه. لما نيجي نقول ان احنا شكينا دلوقتي ان الانابيب دي انسدت، ايه الدليل ان الانابيب اتسدت ونوصل لتشخيصها ازاي؟ ما يطلق عليها بالهيسترو سالبنجوجرام او الاشعه بالصبغه لتتاكد الانابيب دي مسدوده او لا. وهذا باب الجدل الواسع للاشعه بالصبغه لبعض الناس ولبعض الاطباء. يقول لك دي موضه قديمه ومن عصر الحجري واحنا لسه بنشتغل لغايه دلوقتي بالصبغه. والاي اس ار ام او الامريكان سوسايتي اوف ميديكال ريبرودكتيف ميديسن اللي هو الجمال الامريكيه للخصوبه تقول لك لغايه 2011 ان الاشعه بالصبغه ما زالت الطريق الوسيط على تشخيص ان الانابيب دي سالكه او لا. لما تيجي نشوف الاشعه بالصبغه هنا على ونحاول بالدياجرام نقارن ما بين الاثنين. ايوه بنحل الاشعه بالصبغه فلقينا ان الرحم اتملى بالاشعه بالصبغه. الرحم المثلث المثلث اللي فوق. وعلى اليمين الأنبوبة سليمة، على الشمال الأنبوبة بدأت تتكون فيها الصبغة وتعمل الشكل ده كأنه شكل البجعة أو شكل أي حاجة على الناحية الشمال ده. وده معناها إن الصبغة توقفت في النهاية خالص وابتدت تملى الأنبوبة. أدي صورة من الانسداد الأنبوبة. لو نشوف صورة تاني. دي معناها دي صورة تاني بس بالسونار. يعني معنى كده لما يحصل ارتجاع وبعدين عملنا سونار. لا ده صوره ثانيه. سونار لوحده بس كانت هنا الانبوبه مليانه وارتشحت لدرجه ان السائل موجود جوه. لو انت شايف مثلا ايه شكل الانبوبه اهو لغايه في الاخر ونهايتها. وبقى في ارتشاح جامد اسود قوي الاسود الدارك ده. نشوف صور ثانيه. نشوف الصور اللي بعد كده. ده شكل تقليدي طبيعي جدا. ادي الرحم في النص ودي انبوبه يمين وانبوبه شمال. حقنا الصبغه خرجت الصبغه من اليمين ومن الشمال اكدت ان الرحم سليم ما فيهوش اي اورام ليفيه ما فيهوش لحميه ما فيهوش انسداد ما فيهوش باي كورنت مش هو مقسوم اثنين ولا ذو قرنين
والسبب خرجت هنا الناحيه دي، لقينا هنا الانبوبه سليمه، الانبوبه اليمين سليمه وخرجت منها الصبغه، الانبوبه الشمال عند الاسمس عند علاقتها بالرحم توقفت الصبغه تماما، اكدت ان ايه الانبوبه عن بكره ابيها مفيش فيش فيها صبغه. خلي بالكوا الطريق الاسود ناحيه اليمين ماشي، طريق اسود ماشي رفيع اهو، الناحيه الشمال مفيش طريق، مفيش طريق فانقفلت تماما. كده يؤكد ايه بشكل اشكال مختلفه من الاشعه بالصبغه. اخر صوره هنا تلاقي ادي الرحم وادي الانبوبتين ماشيين لغايه اللي هم زي الشعره دي ابيض، وفي النهايه خالص تلاقي ان الامبوله اتقفلت، او يعني النهايه في الاخر خالص اتقفلت الصبغه مزوده واتكونت واتوسعت. لانه الطريق طالما الطريق اتقفل في اوله في اخره يعني هتلاقي ايه العربيات زحمت كده كان الصبغه دي عربيات ووسعت الطريق. ووسعت الطريق وكمان في نفس الوقت في ارتشاح، فبدات الصبغه تاخد الحيز الواسع ده وتعمل الشكل اللي احنا بنشوفه. كل الشكر والتقدير طبعا للقيمه العلميه المتميزه للاستاذ الدكتور سيد الاخرس الاستشاري امراض النساء والتوليد والعقم واطفال الانابيب وجراحه المناظير، المؤسس لمستشفى الامم، عضو الجمعيتين الاوروبيه والامريكيه للخصوبه، والمؤسس لاول مركز متكامل لعلاج بطانه الرحم المهاجره في الشرق الاوسط، احد اهم الكوادر الطبيه في مصر والوطن العربي، الاخ الاكبر والزميل والصديق في صداقه دامت سنوات طويله، وافخر بها وانا افخر بها والله. اشكرك شكرا جزيلا. احنا كده خلصنا حوارنا، لكن خلي بالكم من نقطتين مهمين جدا. ما زال الناس انبههم على الشيشه وانبههم على المخدرات وانبههم على التدخين، وبرضه الناس بتدخن لسه، وبرضه هفضل انبه يعني، انا مش هيأس ابدا، لاخر يوم في عمري هفضل انا ودكتور سيد وفي البرنامج هنبدا نتكلم عن ده. هدف البرنامج يا دكتور طبعا طبعا الوعي المستمر اللي بيزود باب الامل بعيدا عن باب الشعوذه والدجل طبعا. فانا عايزكم انتوا كمان يعني معلش خلينا ايه نتناقش مع بعض، خلينا نقرب من بعض في الحته دي. انا عارف ان في ناس بتاخد الكلام ده بنوع من العند، انها تقول طب انا بقى هشرب، طب انا نازله دلوقتي اشرب شيشه، طب انا بقى ايه، طب ايه رايك بقى ان انا بشوفك في صحاب بتعرفهم بيشربوا شيشه، انت ما تنصحش اصحابك ليه؟ لا بنصحهم وانا بنصحكم اهو، وعندي استعداد اقول اسامي اصحابي كلهم اللي بيشربوا شيشه في المره الجايه او اعلقهم ورايا عادي جدا طبعا. يعني انتوا عارفين يا مأمن الدكاتره يا مأمن الماء في الغربه، هتوحشوني بكره حلقه جديده من دكتور الى اللقاء.